كركوك خلال اجتماع مع اللجنة العليا للمولدات الأهلية تحديد سعر الأمبير الواحد للكهرباء المجهز من المولدات الأهلية لشهر أيلول ب5000 دينار، وبتشغيل حال انقطاع التيار الكهربائي الوطني وعلى مدار 24 ساعة، على أن يتم تجهيز المولدات ب20 لترا من منتوج الغاز المجاني لكل كيفي. وأكد الاجتماع على القرارات السابقة للجنة بعدم تجهيز المخالفين من أصحاب المولدات بمنتوج الغاز، كما سيتم قطع حصة الغاز عن كل يوم عطل للمولدة للشهر الذي يليه، داعيا المواطنين الإبلاغ عن المخالفين من أصحاب المولدات من خلال مكتب نائب المحافظ ومجلس المحافظة ومجلس المدينة والقائم المقامية، فضلا عن مراكز الشرطة والمختارين بغية اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين. كما بحث المجتمعون مسألة تجهيز دور العبادة من المساجد والحسينيات التي تسكن فيها العوائل النازحة بمنتوج الغاز، شرط وجود تأييد من مديريات الأوقاف بسكن تلك العوائل في المساجد والحسينيات. وفي جانب آخر من الاجتماع، ناقشت اللجنة العليا للمولدات الأهلية مسألة انتشار محطات البنزين السفرية داخل مركز المدينة بشكل عشوائي وبدون موافقات أصولية، وما تشكلها هذه المحطات من مخاطر نظرا لانتشارها قرب الأحياء والدور السكنية والمناطق العامة، فضلا عن رداءة نوعية البنزين التي تقوم ببيعها، إضافة إلى عدم الالتزام بتسعيرة محددة. وتقرر مخاطبة مكتب المحافظ بهذا الخصوص لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه المحطات. أكد نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس